بالنسبة إلى الخروج هو تعبير عادي، نحن نعيش في جو ديمقراطي. رئيس الجمهورية كان كريما أكثر من اللازم لأنه أقام بإطلاق سراح معتقل الرأي، وهناك أشخاص يطبق عليهم القانون العام رغم ذلك تم إطلاقهم، رغم أن ملفاتهم فيها إدانة على أساس حق عام، ولكن تجاوبا مع بعض المطالب التهدئة قام رئيس الجمهورية بإطلاق كل المعتقلين والمسجونين صادر عليهم حكم نهائي. وفي التحقيق رئيس الجمهورية يتفهم مطالب التغيير، ولكن فقط لابد، هناك مطالب معقولة وهناك مطالب غير معقولة. التغيير يجب أن يكون عن طريق احترام السيادة الشعبية، السيادة الشعبية نرجع لها عن طريق انتخابات، لا توجد أي وسيلة أخرى إلا انتخابات كوسيلة وكعنصر أساسي للعمل الديمقراطي. مطالب تدعو إلى حل حزب التحرير هي مطالب فردية لأشخاص يحملون حقد على جبهة التحرير الوطني، ويملكون إيديولوجيات تختلف عن حزب التحرير الوطني. حزب التحرير الوطني هو الذي قاد الشعب الجزائري من 54 كجبهة إلى 62 تحقيق الاستقلال الوطني وأعاد إحياء الدولة. الدولة لم تموت الجزائرية بل كانت في سبات أو نوم، فأعاد إحيائها وقاد الشعب إلى 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 إنجاز أكبر ثورة في العصر المعاصر. ثم بعد الاستقلال تحول إلى حزب وقاد وبنى دولة. ونرى بأن الرد المناسب لهؤلاء المطالبين بحل حزب التحرير الوطني سوف يكون يوم 12 جوان 2021 بمناسبة انتخابات التشريعية القادمة. سوف يكون الرد من طرف مناضلي حزب التحرير الوطني ومتعاطفين معه والقوى الشعبية المساندة للحزب. نحن متواجدون في كامل التراب الوطني، والحزب الوحيد الذي يملك هذه الهيكلة.